بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتم ديال الدرس ديال المعادلات بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. إذا الخصائص ثانيا كبيرة، خصائص ديال القاعدة واحد. هنا عندنا قاعدة: إذا أضفنا أو طرحنا نفس العدد العشري النسبي إلى طرفي متساوية فإن المتساوية لا تتغير. يعني في الحالة إذا ضربنا نفس العدد أو طرحنا نفس العدد من طرفي متساوية أو معادلة متساوية هي معادلة، فإن المعادلة لا تتغير. نادي نشوفو مثال. مثلا لدينا إكس زائد 7 تساوي مثلا 5. إذا هنا شنو غنحاولو نديرو؟ هنا غنحاولو نضيفو المقابل ديال عدد 7 إلى طرفي المعادلة. إذا نضيفو مقابل عدد 7 اللي هو ناقص 7 إلى طرفي المعادلة، فنحصل على إذا شنو غتعطينا؟ إكس زائد 7 زائد ولا ناقص 7 تساوي 5. هنا غادي نقسم منها ناقص 5 باش يكون ديما عندنا متساوية صحيحة. إذا إكس ناقص 7 زائد 7 ناقص 5 هما مجموع عددين متقابلين كيساوي 0، والهدف ديالو هو نتخلصو من هاد 7 اللي عندنا في هاد الطرف الأول. هنا نحولو الفرق إلى مجموع زائد ناقص 7. إذا إكس تساوي إكس زائد 0 هي 0، هي إكس عفوا تساوي 5 زائد ناقص 7 هي ناقص 2. مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان. ثم عندنا مثال واحد اخر. لدينا مثلا اكس ناقص 13 تساوي مثلا 27. اذا هنا في هذه الحاله عندي ناقص 13، نضيف لها المقابل ديالها اللي هو زائد 13. اذا نضيف 13 الى طرفي المعادله، فنحصل على اكس ناقص 13 زائد 13 تساوي 27 زائد 13. ومن بعد نحسبه ناقص 13 زائد 13 مجموع العددين المتقابلين كيعطينا 0. 27 زائد 13 هي 40. إذن إكس 0 ناقص إكس ناقص 0 هي 6 تساوي 40. هي حل المعادلة هو 40. إذن الهدف ديال هاد نضيفو أو نطرح هو نحاول نتخلصو داك العدد اللي كيكون في الطرف الأول. ثم من بعد إذا ضربنا في نفس العدد أو قسمنا على نفس العدد أو قسمنا على نفس العدد غير المنعدم طرفي متساوية فإن المتساوية لا تتغير. لا تتغير. إذا ضربنا في نفس العدد أو قسمنا على نفس عدد غير منعدم على طرفي متساوية فإن المتساوية لا تتغير. يعني غادي نشوفو مثال باش نوضحو أكثر. مثلا عندنا 5 على 7 إكس تساوي مثلا 13. إذا أنا باش نتخلص مع هذا العدد اللي مع إكس يكفي نضربو في المقلوب ديال العدد 5 على 7 اللي هو 7 على 5. هنايا نضرب طرفي المعادلة في 7 على 5 فنجد، إذا غادي نضربو هنا 7 على 5 ضارب 5 على 7 إكس تساوي 13 ضارب 7 على 5. إذا فاش ما ضربنا الطرف الأول كنضربو الطرف الثاني. هنا غادي نختزلو لأن 7 على 7 عطينا إكس تساوي 13 في 7، 3 في 7 هي 21، تفضل بجوج هي 7 في 1 7 زائد 2 هي 91 على 5. حل المعادلة هو 91 على 5. شوفوا مثال واحد اخر.
مثلا لدينا ناقص 3 إكس تساوي 21. هنا يكفي نقسمو طرفي المعادلة. هنا عندنا ناقص 3، يكفي نقسمو العدد اللي معي 3 اللي هو ناقص 3. نقسم طرفي المعادلة على ناقص 3، فنجد ناقص 3 إكس على ناقص 3 تساوي 21 على ناقص 3. إذا قسمنا على 3 الطرف الأول حتى الطرف الثاني نقسمه على 3، اختزل بناقص 3 غادي تعطينا هي إكس تساوي 21 مقسوم على ناقص 3 خارج عدد اللهم إشارتان مختلفتان هو عدد سالب. إذا ناقص 21 مقسوم على 3 هي 7. إذا حل المعادلة هو ناقص 7. إذا هذا هو حل المعادلة. لنحل المعادلة التالية، إذن لدينا 2 إكس زائد 7 تساوي 13. إذن في هذه الحالة يكفي نضيفو أول حاجة نخلصو من 7 اللي عندنا هنايا، إذا غنضيفو ناقص 7 إلى طرفي المعادلة زائد 7 ناقص 7 تساوي 13 ناقص 7. إذن شنو عدتنا؟ إكس زائد 7 ناقص 7 هي 0، 13 ناقص 7 هي 6. تاني 2 إكس، 2 إكس زائد 0 هي 2 إكس تساوي 6. ثم من بعد نقسمو العدد اللي مع إكس اللي هو 2، 2 إكس نقسمو على 2 تساوي 6 مقسومو على 3، غادي تعطينا إكس تساوي 6 مقسومو على 2 هي 3. هل المعادلة هو 3؟ شوفوا عملية أخرى، لدينا ناقص 4 إكس زائد 7 ضارب 1 ناقص إكس تساوي 0. إذا هنا قبل ما ننجز العملية، إذا شنو غادي نديرو؟ أول حاجة غادي نديرو العملية ديال النشر. إذا ناقص 4 إكس زائد 7 غادي نضربوها في 1، ثم ناقص 7 غادي نضربوها في إكس تساوي 0. إذا ناقص 4 إكس زائد 7 في 1 هي 7، ناقص 7 في إكس هي ناقص 7 إكس تساوي 0. ثم ناقص 4 إكس غنجيب وحدها ناقص 7 إكس تساوي 0. وهاد 7 اللي كان هنا نحاولو ندو للطرف الاخر، اذا عوض ما نضيفو ليه المقابل هنا ندو للطرف الاخر، ولكن بشرط نغيرو ليه الاشاره. نحول الفرق الى مجموع، هاي ناقص 7 اكس تساوي 0 ناقص 7 هي ناقص 7. اذا هنا مجموع العدد ديالهم نفس الاشاره، احتفظوا بالاشاره، مجموع المسافتين ديالهم 4 اكس زائد 7 اكس هي 11 اكس تساوي ناقص 7. نقسمو ثم على اكس، اذا ناقص 11 نقسمو على ناقص 11، ناقص 7 على ناقص 11 اختزلو ب 11، قاعدنا إكس تساوي مجموع هنايا خارج عددين لهما نفس الإشارة وعدد موجب، إذن 7 على 11. حل المعادلة هو 7 على 11 زائد إكس تساوي 7 ناقص 4 إكس. إذن نفس الشيء هنا، الأعداد اللي ما فيهمش إكس نحاولو نضم لواحد الطرف، ولكن بشرط الحد اللي حولناه من طرف دينا الطرف اللي ماشي ديالو كنغيرو ليه الاشاره. اذا شنو غادي تعطينا؟ مثلا الحد بغينا يكون فيه اكس، اذا اكس اشنو نجيب حداها؟ 4 اكس. 4 اكس فين كاينه؟ في الطرف الثاني، اذا هذا الطرف الاول هذا الطرف الثاني، هنا عندنا يساوي، باش كنحدو الطرفين بالعلامه ديال يساوي، اذا الطرف الاول الطرف الثاني. اذا هاد ناقص 4 اكس غادي ندوه للطرف الاول غنغيرو ليه الاشاره، اذا اصبح الاشاره ديالو هي زائد 4 اكس تساوي شنو بقى عندنا في الطرف الثاني؟ كاينه 7. باش نغندو وحدها 7 و 5، 5 كاينه في الطرف الاول نحولها للطرف الثاني نغيرو ليها الاشاره، هذا تولي ناقص 5 اكس زائد 4 اكس. هنا عندنا اكس و اكس راه هي 1 اكس، اذا تساوي 5. اكس تساوي 7 ناقص 5 هي 2، ثم نقسمو العدد اللي مع اكس اللي هو 5 تساوي 2 مقسوم على 5، اذا اكس تساوي 2 على 5. حل المعادله هو 2 على 5. ثم نشوفو معادلة واحدة أخرى، لدينا مثلا إكس زائد 1 على 3 تساوي 2 إكس على 2 على 3 ناقص 2 على 6 أو لا 5 على 6. إذن هنا أول حاجة شنو غادي نديرو؟ من الأحسن هو نوحدو المقام ديال طرفين بجوج،
لان الا كان عندي ا على بي تساوي سي على بي، الا كان الطرفين بجوج عندهم نفس المقام، هنا هادشي اللي كيكون عندي في الطرف الاول كيساوي داكشي اللي عندي في الطرف الثاني، يعني ا كتساوي سي. نفسي غادي نطبقو انا، اذا غادي نشوف المقام هنا كاين واحد، هنا كاين ثلاثة، هنا كاين ثلاثة، وهنا كاين ستة، اذا المقام واحد ما بينهم هو ستة. اذا هنا اكس غادي نضربوها فاش في ستة على واحد ضارب ستة، زائد واحد غادي نضربوها في اثنان، وثلاثة نضربوها في اثنان باش تدينا ستة. اثنان اكس غادي نضربوها كذلك في اثنان، وثلاثة نضربوها في اثنان، ناقص خمسة على ستة. ومن بعد نحسبه اكس ضارب ستة هي ستة اكس على ستة زائد اثنان على ستة تساوي اثنان اكس في اثنان هي اربعة اكس على ستة ناقص خمسة على ستة. اذا المقام فهو موحد ما بين طرف من جوج، اذا ما نتخلصو منه ما كنخلصو، ولكن شرط يكون عندنا المقامات موحدة. اذا شنو غيولي عندنا؟ ستة اكس زائد اثنان تساوي اربعة اكس ناقص خمسة. ثم الاعداد اللي فيهم اكس حاول نجيبو من واحد طرف، اللي ما فيهمش اكس ندوهم من الطرف الثاني. اذا ستة اكس غنجيب حداها اربعة اكس مسبوقة بإشارة زائد في الطرف الثاني، هادو المسبوقة بإشارة ناقص في الطرف الأول، إذا نحولها للطرف الأول نغيروليها الإشارة، نبقات عندنا ناقص خمسة، اثنان زائد اثنان ندوه للطرف الثاني نغيروليه الإشارة، ستة إكس ناقص أربعة إكس هي اثنان إكس تساوي، هنا نحولو الفرق إلى مجموع، إذا اثنان إكس تساوي ناقص خمسة زائد ناقص اثنان، مجموع عددين لهما نفس الإشارة، نفترضو بالإشارة ديالهم اللي هي ناقص، ثم نجمعو مسافتين مع الصفر اللي هي خمسة زائد اثنان هي سبعة، نقسمو على العدد اللي مع اكس اللي هو اثنان تساوي ناقص سبعة، نقسمها على اثنان تضرب اثنان، غتبقى عندنا اكس تساوي ناقص سبعة على اثنان. اذا نحل المعادلة هو ناقص سبعة على اثنان اللي هي تقريبا ثلاثة فاصلة ناقص ثلاثة فاصلة خمسة. هنا غادي نكون سالينا هذه الفقرة، ولا عندو شي سؤال خلينا في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.